موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوى في هوى. هل أرى سنوات السبعين بيجي لهنا محمد جلبوط أبو لطفي، بيجي زلمة ثري مبين عليه الجاه والعز في سيارة روكي، بوقف عند العمال بمين انت؟ بقول لهم انا بفوت اشوف هذا البيت، بلاقي صبية اللي هي بما معناه اليوم احنا بنسميها سكرتيرة او مندوبة او اللي هو، بقول لها هذا البيت بيت دار ابوي وانا كبرت فيه. قالت له هذا البيت لدول اسرائيل واحنا خضناه واحنا بدنا نسوي بيهم بيت للتوحديين. قالها شيكل مليون مليونين ثلاثة انا بدي. قالت له لا. قال لها فوت لجوا. قالت له لا. قالها هذا كرتي وانت بتفكروا تأجروه او تبيعوه انا جاهز. وراح على امريكا. يوم يومين الزمن دار بعد بسنة. ثواني بس. موطني موطني الشباب لن يكل همه عقب بسنة تيجي صبية راكبة بتاكسي تصل لهنا تصل بتبحبش تشوف دار ابوها انا بايدي بتقول لهن انا هذا بيت دار ابوي وانا بدي اعيش فيه ايش بدكم انا جاهزة انا متغربة بامريكا انا وحيدة فيش الي اهل. الكاتبة بتقول لها بتعين الكاتبة شوف راسها بتقول لها قبل سنة اجى واحد هنا وقال انه هاي دار ابوه وفي فيش له اخوة وهو بده يعيش هنا. قلت لها مستحيل انا اخوي مات وانا صغيرة لما هجينا اخوي مات. قلت لها هو فكرته بعد بسنة اتواصلوا مع بعض من 40 سنة الاخوة الاخوة الاخت والاخو هن اليوم موجودين في امريكا. هذول بسموه قصة البيت الامريكي نسبة لانه هو عايش بعد اليوم هو البيت تابع لجمعية اللي بترعى الطلاب اللي عندهم توحد وتستم وتستم. احنا اليوم بدنا نمشي على اراضي قرية الجاعوني وعلى بيوت قرية الجاعوني. تفضل. مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا